فطلت عليه اكيد بفصل عليه، يستاهل التركي يستاهل. يلا يلا تركز شباب من البدايه، لا نصير في ما نبي نصير في مازق يسجل هدف. شوفوا من البدايه يلعب طقه دفاعي، لا سمح الله يسجل 1-0 من غير تركيز وينزل لنا فول بلو ويعطينا جيم صعب ولا اروع. خلنا من البدايه نسجل نجبره يفتح الملعب ومن بعدها ناكله. شنو بلنتي؟ قول بعد. يلا يلا التركيز شباب التركيز، يلا عندي خطأ. أنا حاولت إني أنا كنت أدركت هالخطأ من بداية اللعب، بس قلت خليني بجرب. لا تلعب ثلاثة كلهم قدم يسار، حتى لو كان عنده تسديدة بجانب بخارج القدم بعد ما ينفع، بعد ما ينفع كلهم يسددون برجول يسار ما ينفع. لوكاكو محمد صلاح وميسي كلهم قلم يسار كلهم ما يصلح. راضي تدخل مركز عليه بس مو قادر. يو ويلكم اول اوف يو جايز، ويلكم تو ماي ستريم. But I have a problem to play three players with the right foot. Mamma mia! That's make a problem for me. So let's go. Children behind. Yeah, no, still not yet. We have to just score one. Thank you.
شوية يعني محمق، كنت يعني محمق عدل فيه، مثل معصب. ليش؟ ليش يا مريض تلعب فول بلو؟ أنا ما أعترض على أسلوب اللعب، خليه يلعب حر. بس ليش الخوف؟ ليش؟ ليش الخوف؟ ليش يلعبون بطريقة يعني كأنه يلعب نهائي كأس عالم؟ نهائي كأس عالم قاعد تلعب فول بلو. يا تورس، ما ينفع اياهم الا العنف، اللعب الهجومي البحت. نعم بتلعب رفاعي، نعم بتلعب كيك اوف، يلا العب 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 رفاعي. يلا فتحت الملعب، سويت بحك رجال الحين. ايه غصبا عنك تلعب مفتوح بعد. الحين جاي دوري انتقم، جاي دوري الحين. الله القم لعب خايس، القم يا حبيبي. فاضل تغير الحين، فاضل مو فاضل مو يعني يلعب من دون انياب قبل، الحين عندي انياب. الانياب يا اخي تعور تعور. الحين نفس ما لعبت دفاعي اطلعك، اطلعك رد الحين، اطلعك رد الحين. اصبر اطلعك رد بعدين العب ياك نورمال، اطلعك رد. روح رد، والله قسم بالله اخليك تطلع رد، غصبا عنك تطلع رد. تطلع رد يعني تطلع رد. شكلك ما عرفت تلعب دفاعي ازرق، انا الحين ابي اسوي اللي في بالي، تطلع رد غصبا عني. العب استمر يا بطل. ايه يلا خليك رجال، عجبتني. يلا الحين العب ياك رجل، الحين اخليك اللعب الحقيقي الحين يظهر. نزلت حس بالخطر، ارجع رد يا، لا خليني اغلط عليك، ارجع رد. يلا ارجع رد، يلا ارجع رد. استمر والله انت الخسر، لعب عليك استحواذ 99%. اطلع رد يا حبيبي اطلع، نفس ما لعبت. ايه عجبني. يلا الحين العب ياك اللعب الحقيقي. الحين نلعب ياك اللعب الحقيقي. ايه ما ينفع الطيب معاه، روح ستارت، سو خزعبلات، سو خزعبلات. يمكن يمكن سو خزعبلات، ما ينفع الطيب شبابيا.
صير ياهم طيب محترم ما يحترمون، العب نفسهم. هو يلعب من البداية 0-0 قاعد يلعب يقرب، اوكي العب، ما انتقرتك حر، ما غلط عليك العب، انا بعد حر، لا تجي تقول لي ضيعت وقت، لا تجي تقول لي لعبت دفاعي. والله اللي بدأ يتحمل، البادي اظلم، سويتش لاج خليه يسوي، هو بدأ اللعب يتحمل السيناريو الموجود في اللعبة بناء على لعبك. فاضل يلعب تغير خلاص، ما في طيب وياهم خلاص، ما في قبل طيب قبل، الحين تغير الوضع، ما في طيب الحين. تنزل بالانس، ارجع دفاعي، اطلعك انتقامي منك، العب اياك انك تلعب رد نفس ما لعبت دفاعي، اطلعك رد. والله بس من اشوفك تنزل بالانس، والله سيدي ارجع للحارس بقى، مو بس ارجع للهذا، للحارس ارجع. تعال حبيبي تعال، نلعب عليك لعبة الشطرنج. النظرة الشريرة هذي شباب. ايه عجبتني فول رد، اشبع رغبتي حبيبي اشبعها. تلعب دفاعي تسوي روحك، ضيعت على روحك كم من دقايق من قاعد تدافع، الحين سويت حك رجال تلعب هجومي. ليش ما لعبت هجومي من البداية؟ الحين تندم على الوقت اللي ضاع؟ اكيد اندم وتعلم درس بعد، ان شاء الله اتعادل بعد، ما راح العب وياك طبيعي، اكسرني. طيبة ما تنفع في هالزمن خلاص، طيب ينأكل حقي، خليك مجرم نفسهم لعل وعسى. يلا حبيبي ما في طيبة ولا زمن الطيبة، الأول فاضل طيب الحين ما في، لعب نفسهم.